تحية طيبة مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري ونستهله بالعناوين. مع تواصل الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة، تعديلات مطلوبة في أسلوب الحياة ونصائح للتمتع بموسم الاصطياف بعيدا عن مخاطره. مجلس التحاليل الاقتصادية يناقش سبل إنعاش الاقتصاد والاندماج الجهوي ويقدم مقترحات قانونية لتطوير مناخ الاستثمار. الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل تطلق مرحلياً منتوجها الجديد من الوقود في 33 محطة وفق مواصفات نوعية مضافة. أهلا بكم مشاهدين من جديد. جدة مساء السبت حادث مرور على طريق الوطنية رقم 1 على مستوى منطقة بوهلال العلي بالجم من ولاية المهدية تمثل في انقلاب شاحنة كان على متنها أكثر من 30 فتاة وتسبب في وفاة إحداهن وجرح أخريات وفق حصيلة أولية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف مراسل التلفزة الوطنية شرف الدين بن سالم. شرف الدين، بداية مساء الخير، وما هي صورة هذا الحادث؟ مساء الخير. تتمثل صورة الحادث في انزلاق شاحنة كبيرة على مستوى طريق الوطنية رقم 1 في منطقة بوهلال العلي من منطقة جم ولاية المهدية، وعلى متنها 32 امرأة وفتاة كنا اعتزمنا الذهاب إلى الحمام في إطار التحضير للعرس. وانزلاق الشاحنة تسبب في انقلابها وبكل ركابها. هذا حسب ما أفادنا به الملازم هشام حسين رئيس الحماية المدنية بالجم. كما صرحت السيدة منيرة بلولو مديرة المستشفى المحلي بالجم أنه تضافرت كل الجهود للوحدات الصحية والحماية المدنية والحرس الوطني لنقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالجم. وأثر الحادث عن وفاة فتاة تبلغ من العمر 16 سنة رحمها الله، وتم نقل 8 فتيات أخريات إلى المستشفى الجهوي بالمهدية، حالة 2 منهما حرجة جدا. نعم شرف الدين، وفق التحقيقات الأولية ما هي أسباب هذا الحادث؟ الحادث جدا في قرابة الساعة 25 دقيقة، وأسبابه تتمثل في على حسب ما أفادتنا به الحماية المدنية ومديرة المستشفى أنه عند انزلاق الشاحنة وانقلابها بسبب السرعة وعدم الانتباه تسبب في انقلابها. أما السبب الرئيسي يتمثل في تجاوز القانون ونقل قرابة 32 امرأة على متن شاحنة كبيرة مكشوفة دون أخذ الاحتياطات اللازمة. يمكن عدم الانتباه والسرعة وعدم احترام القانون في نقل عدد معين من الركاب على متن شاحنة يمكن معدة لأغراض تجارية تسبب في هذا الحادث ووفاة الفتاة، وثمانية من المصابين هم الآن في المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. مراسل التلفزة الوطنية شرف الدين بن سالم، كنت معنا مباشرة من الجم، نشكرك على هذه التفاصيل. في موضوع آخر، ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ ظاهرة تعيشها تونس هذه الأيام، ما يستدعي تعزيز النصائح التي يقدمها المختصون للحد من تأثير الحرارة السلبي على صحة المواطنين. هو الحل الذي وجده العديد لمجابهة أشعة الشمس الحارقة. من وضع مظلة على الرأس، من حمل قارورة ماء، من وقى ذراعيه بكم، ومن اتبع ظلال الأشجار، فدرجات الحرارة تشهد هذه الأيام ارتفاعا لتتراوح بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط، وبين 38 و 44 درجة ببقية الجهات. أنا في تو في جوان، كان جوان والدنيا ماشية مازالت تسخن، فهمت؟ تا ربي بقى علينا الستر. متهيأ الواحد يلزم يوقي روحه ديما يمشي في الظل، يحط حاجة على راسه، يعمل مرايات زاد كونتر سولاي ما فيها باس، ما يكثرش من المشي في الشمس، فهمتني؟ يزيد يشرب الماء زاد. عطوهم الجو والماء البارد هكاو ونصحوا عليهم السخانة. وما خليوهمش السبي في القايلة يخرجوا وربي معاهم. انت هكا مظلة؟ ايه راه عامله مظله وما حبش يعمل كاسكيت.
وصباح نهزوا البحر ولا العشية ما نهزوش في القايلة بالكل. ومع ارتفاع درجات الحرارة يؤكد المختصون على ضرورة التوقي من أشعة الشمس عبر جملة من النصائح. بين العشرة متاع الصباح والأربعة متاع العشية، دونك الناس اللي تتنقل معناها في الشارع ولا تخدم، فما فئات كما ذكرت سيادتك اللي هي نهتموا لها أكثر، هما الأطفال والكبار السن والناس اللي عندهم أمراض مزمنة. شرب الماء هذاك حتى الإنسان ما يحس بالعطش يلزم يشرب الماء بمعدل إيترا ونصف النهار، هذا للناس الكل. ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في ضربة شمس التي يحذر منها الأطباء. المصاب معناها بضربة الشمس ولا ضربة الحرارة يولي عنده معناها الأوجاع الرأس ما توفاش، يقول لك راسي ما حبش، ويحس درجات الحرارة في جسمه طلعت برشا، ويولي عنده يقول لك نحس بدني مكسر تكسير، معناها لازم بردوا له جسمه، نقصوا له حوايج كان معناها لابس برشا حوايج، ونقيسوا الحرارة. ما نقصش درجة الحرارة وقتها نستدعيه باش نهزوه للطبيب. نصائح تقدم للصغار والكبار للتوقي من حرارة الطقس في فصل الصيف، حرارة ستتراوح غدا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي بين 32 و 38 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط، وبين 39 و45 درجة ببقية الجهات، لتصل محليا إلى 47 درجة بالجنوب مع هبوب الشيلي. وبما أن التونسيين على أبواب العطلة الصيفية بعد انقضاء سنة دراسية، يتحين خلالها التلاميذ فرصة الاسترخاء والراحة في مناسبة يجتهد الأولياء خلالها إلى تحقيق معادلة صعبة هي تنظيم وقت العطلة السنوية ليراوح بين الاستفادة والترفيه. بين البحر وزيارة العائلة والنوادي الثقافية والمراجعة وتعلم لغات جديدة، يجد بعض الأولياء أنفسهم أمام تحقيق معادلة صعبة في تنظيم وقت العطلة الصيفية لتكون عطلة ممتعة ومفيدة. يجي الصيف وقت يمشيو تفرهدوا، معناتها يعديوا لي فاكونس نتاعهم، فهمني كما الناس الكل يشيخوا. نقص شوية للقراية في العطلة؟ لا امبوسيبل، لا عندي أولادي ينساو القراية في العطلة، جملة جملة كان اللعب. كل يوم نمشي البارك نكور. عطلة كاملة تكور؟ أي. تمشي شوية قراية؟ لا، ساعات ناخذ شوية راحة بكورة ونلعب، وساعات نقرأ ونركز على القراية المكثرية. وقد أكد بعض الأولياء أهمية المراوحة بين المراجعة والترفيه. العطلة الصيفية متاع الصغيرات ننظموها شوية قراية يراجعوا، وشوية فريد في الشطوط أما كيف. شوف أنه في لي فاكونس لازم شوية ترفيه، فهمت؟ وزاد ما ينساوش الجانب نتاع الجانب الدراسي زاد كيف كيف، باش ما يضيعوش الصغار وكل شيء. وقد خلص الدراسة أعدتها مجموعة من الباحثين الشبان إلى أن 55% من الأطفال يفضلون الذهاب إلى النزل خلال العطلة الصيفية، و11% يختارون زيارة الأقارب، و9% يفضلون النوادي الثقافية. هذا ويؤكد المختص في علم الاجتماع معاذ بن نصيب، وهو واحد ممن أعد هذه الدراسة، أن التخطيط الجيد والتقسيم المحكم للوقت عنصر مهم للاستفادة من العطلة. هناك ما يسمى بالبلانينج، التقسيم الجيد، لا افراط ولا تفريط، ما نحطوش اصغارنا في بعد هام جدا في الترفيه، خاطر راهو ترفيه برشا والالعاب برشا، باش يدخل توله هنا في نوع من الركود او نوع من الجمود الفكري. وينصح المختصون في علم النفس بالاقتراب من الابناء ومشاركتهم انشطتهم في العطله بهدف تنميه قدراتهم. انا ننصح الاولياء، عندنا نهارين في الجمعه، نهار نخدموا فيه ركن المطالعه، نهار نخدموا فيه العلوم. العلوم بما يعني الرياضيات، الإيقاظ العلمي، الحاجات معناتها المواد العلمية هذيك نجم نخدمها مع صغيري. باقي أيام الأسبوع الترفيه، وتقرب لصغيرك لو ماكسيموم، حاول استغل العطلة، ما عندوش استخاس متاع القراية، وأقرب لصغيرك. قد ما نزيد نأكد ونقول أقربوا لصغاركم أكثر، افهموا صغاركم شنو يحبوا، لازم يكون العرض والطلب متوازنين. وحتى تكون العطلة الصيفية ممتعة ومفيدة، يؤكد الخبراء في علوم وتقنية الطفولة أنه لابد من التركيز على عناصر أربعة، وهي الجانب الأول وهو الجانب الجسدي. أنا كيفاش نخلي ولدي ينخرط في أنشطة رياضية والغذاء نتاعو باش نحافظ على الجانب الجسدي. الجانب الثاني هو الجانب الانفعالي. شو معنى الجانب الانفعالي؟ اني نخلق مواضيع ونخلق جلسات مع اولادي باش نعبر بكل ايجابيه على المشاعر نتاعي. ثالث حاجه على الجانب الاجتماعي، اني نخلو نعملوا مخطط عمل وتنظيم عمل، اني نعملوا زيارات، خلي اولادنا يتعلموا التواصل الحقيقي، مش التواصل الافتراضي عن طريق الفيسبوك وكذا كذا. الجانب الرابع والاخراني هو الجانب الذهني، وانما تنميه المهارات الذهنيه نتاعو.
التخطيط الجيد وتقسيم الوقت والاقتراب أكثر من الأبناء عناصر قد تساهم في الاستفادة من العطلة الصيفية وتجعل منها عطلة ممتعة ومفيدة. يشهد المجتمع التونسي ازدياد عدد حالات الاكتئاب والقلق والانفعال المفرط والتوحد بنسبة 20 إلى 30% في صفوف الأطفال، ما يهدد صحة هذه الفئة العمرية الهشة. ملي هو بيبي كان ديما مربوط، دونك من الحاجات اللي خلته أجريسيف. هي تحسها كيف اللي تحب الماديات، فهمتني؟ واحنا ما عندناش باش نوفروا لها. هي بعض من اسباب الامراض النفسيه التي باتت تهدد الصحه النفسيه لالاف الاطفال والمراهقين، ويعتبر مرض التوحد ابرزها. اخر الارقام بمستشفى الرازي بمنوبه تؤكد ان عدد عيادات طب نفس الاطفال والمراهقين قفز من 7000 عياده سنه 2011 الى 12000 عياده سنه 2017. الارقام هذوما كل عام يزيدوا، نقولوا احنا بنسبه 20 ولا 30%. كنا في 500 طفل مريض جديد في 2010-2011، وصلنا للدوبل بريسك 2017، قرابة 1000 صغير جديد يجي عادي في القسم نتاعنا. وبحسب المختصين في طب نفس الأطفال والمراهقين، فإن تعدد الأمراض النفسية لدى هذه الشريحة العمرية هي عامة ما تكون نتيجة المشاكل داخل الأسرة أو المجتمع. فما اضطرابات في السلوك، فما اضطرابات في التعلم، فما اضطرابات في العلاقة مع الأولياء ولا مع المجتمع، فما اضطرابات مع الجسد، معناتها برشا اضطرابات. قاعدين نلاحظوا اللي العوامل الاجتماعية والعوامل الاقتصادية والعوامل العائلية والعوامل الثقافية الكل تنجم عندها يكون تأثير ديريكت. في غالب الأحيان اني نراوهم احنا في قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين لهنا هو بيان سور رد فعل على التأثير السلبي هذاك. ولحماية الطفل والمراهق من الاضطرابات النفسية، يؤكد أخصائي علم الاجتماع والنفس على دور المؤسسة التربوية في ضمان إطار متوازن لهذه الفئة. الدولة تخلت على الأسرة في تونس، تخلت عليها بشكل كبير برشا، والأسرة ما عندهاش الإمكانيات، مش المالية بركة، الفكرية والذهنية باش نجم باش توفر الإحاطة الكاملة واللازمة للأولاد نتاعها. احنا نخدموا بمحبة كبيرة لتونس، ولكن ماذا بينا زادة فما حاجات تتحسن، والتحسن يصير راهو من القاعدة. يلزم تحسن في المنظومة التربوية وتحسن كبير في المنظومة الثقافية والتثقيفية. طلبنا احنا حتى وزارة التربية بوضع خطط لتكوين أول حاجة لاختيار زاد المربين، مش كل مربي قادر على تسيير معناها ولا على تسيير قسم اللي يكونوا فيه بعض الأطفال هذوما اللي عندهم حاجات معينة ولا حاجات خصوصية، وفي نفس الوقت في حتى اختيارهم من ناحية السن، من ناحية القدرات اللي تخليهم ينجموا يتكونوا وينجموا يتطوروا في مجال التعاطي والتعامل مع الأطفال هذوما. ولأن توازن الصحة النفسية للطفل والمراهق مرتبط أساسا بالتوازن الأسري والمدرسي، فإن نقاط عدة بات من الضروري مراجعتها وفق عدد من المختصين. أعلنت وزارة التربية أنه سيتم بعد ظهر اليوم الأحد نشر نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام دورة 18 و2000 بواسطة الإرساليات القصيرة عبر الهاتف الجوال لفائدة المترشحين الذين قاموا بالتسجيل في هذه الخدمة. ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن تفاصيل نتيجة الامتحان والقرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة للتلاميذ المترشحين إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج المقرر ليوم الأربعاء 4 من جويلية 18 و2000. خدمة نشر نتائج الامتحانين بواسطة الإرساليات القصيرة عبر الهاتف الجوال متوفرة لدى المشغلين كلهم بسعر قدره 600 مليم.
تدارس مجلس التحاليل الاقتصادية بدار الضيافة بقرطاج سبل إنعاش الاقتصاد والإجراءات الضرورية لتسريع نسق إنجاز المشاريع الوطنية والمحلية. خلال اجتماع عقده أمس السبت تحت إشراف رئيس الحكومة، هو الثالث من نوعه منذ تفعيل مهامه وتركيبته في شهر نوفمبر الماضي. الاستراتيجية المعتمدة لإنعاش الاقتصاد من بين المواضيع التي تضمنها اجتماع مجلس التحاليل الاقتصادية، حيث تم التأكيد على ضرورة التسريع في وتيرة إنجاز المشاريع الوطنية والمحلية وسن عدد من الإجراءات الإصلاحية في قطاعات عدة، من قطاع السياحة، قطاع النسيج، قطاع السيارات، قطاع المخابر معناتها لابوغاتوار فارماسيوتيك. والفكره هي كونه تلك المشاريع اللي موجوده وتلك الاجراءات اللي هي دقيقه يكون فما معناتها تتبعها عن طريق الوزارات. وقدم أعضاء مجلس التحاليل الاقتصادية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد مقترحات لإجراء تحويرات قانونية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار. قدمنا الرئيس السيد رئيس الحكومة مقترحات لتخفيف الجباية الموجهة للمؤسسات الاقتصادية، كذلك قدمنا تصورنا تعديل للتخفيف من انهيار سعر صرف الدينار التونسي، وكذلك بعض التصورات بخصوص إنعاش الاقتصاد الرقمي. ويعد هذا الاجتماع الثالث لمجلس التحاليل الاقتصادية منذ تفعيله من قبل رئيس الحكومة شهر نوفمبر الماضي. وقود بريميوم نوع محروقات جديد يتميز بجودة عالية تحمي محرك السيارة ومضخاتها وفق الخبراء، وتضمن فاعلية وقوة جيل جديد من الوقود. ستوفره بداية من اليوم الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل ب 33 محطة توقود عبر المدن التونسية. غدا ينطلق بيع أحدث جيل للوقود عالي الجودة بحسب الخبراء عجيل إكس بريميوم، وقود يمكن من تدعيم قوة المحرك تصل إلى 5%، كما يقلص من الإفرازات إلى حدود 25%. انطلاقا من غرة جويليا ومعناتها في إطار سياسة دولتنا ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على ترويج هذه المحروقات المضافة، تنطلق معناتها مبيعاتها. دونك فما اليوم زوز انواع جدد، السعر نتاعها باش يكون نسبيا اغلى من الاسعار معناتها المتداوله. في المحروقات معناتها المضافه بريميوم في البنزين 2100، دونك نسبيا نقولوا في حدود 10% ارفع السعر، ولكن الحقيقه عنده ميزات تفاضليه. هذه خاصيتها ان هي تنظف المحرك وتحميه، يعني تنظف الزنجكتور نتاع المحرك مما يسهل عملية الاحتراق داخل غرفة الاحتراق بالمحرك، يوفر من اقتصاد في استهلاك المحروقات ويحمي البيئة. وسيتم تأمين تزويد عدة محطات وقود بهذا الجيل الجديد من المحروقات داخل المدن الكبرى، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الطاقة والسعي لتوفير منتوج ذو فاعلية يتماشى مع التطور التكنولوجي. اخترنا تو البنزين وإلا المازوت اللي اخترناه جديد، معناها واللي الحكومة قررت باش تدخل معناها جديد هذا، لأنه فيه تطور تكنولوجي. التطور التكنولوجي هذاك علاش احنا يلزمنا نحضروا رواحنا للتطور التكنولوجي هذا بادخال المواد هذه جديد، البنزين الجديد هذا اللي هو عنده امتيازات باهيه. جيل جديد من الوقود عالي الجوده، يقول المختصون انه سيمكن من تلبيه خصوصيات المحركات الاكثر تطورا ويمنح حمايه لمحركاتها ومضخاتها. تشارك تونس اليوم الأحد ويوم الاثنين في أشغال الدورة العادية 31 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تحتضنها العاصمة الموريتانية نواكشوط تحت شعار الانتصار في مكافحة الفساد، مسار مستدام لتحويل إفريقيا. ويترأس الوفد التونسي وزير الشؤون الخارجية خميس الجناوي وفق بلاغ للخارجية.
في قمة ستبحث مسائل تهم العمل الإفريقي المشترك، بينها مسار إصلاح الاتحاد مؤسساتيا واستكمال مسار إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، ومستقبل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا والمحيط الهادي والكاريب. كما سيتطرق رؤساء الدول والحكومات خلال القمة إلى مواضيع تخص الشأن الإفريقي على غرار تمويل الاتحاد الإفريقي وميزانيته 19 و2000. وسيتم بالمناسبة انتخاب أعضاء جدد لمحكمة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية ولجنتي القانون الدولي وحقوق الطفل الإفريقيتين. أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في بلدة بيت أمر بولاية الخليل، مواجهات نشبت وسط البلدة وقرب المسجد الكبير عقب اقتحام جنود الاحتلال البلدة وإغلاقهم المحلات التجارية وإيقافهم سيارات وتفتيشها، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية التي أضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب شبان، ما تسبب في إصابة عشرات منهم بحالات اختناق. في أخبار الرياضة الآن، سيكون المنتخب الوطني في كرة اليد أمام فرصة للتتويج بأول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاته بالألعاب المتوسطية عندما يواجه ظهر اليوم الأحد المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية بداية من منتصف النهار. يذكر أن تونس تحتل المركز التاسع في الألعاب المقامة بتاراغونا برصيد 29 ميدالية منها 5 ذهبيات. والآن مشاهدينا الكرام أذكركم بعناوين النشرة. مع تواصل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، تعديلات مطلوبة في أسلوب الحياة ونصائح للتمتع بموسم الاصطياف بعيدا عن مخاطره. مجلس التحاليل الاقتصادية يناقش سبل إنعاش الاقتصاد والاندماج الجهوي ويقدم مقترحات قانونية لتطوير مناخ الاستثمار. الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل تطلق مرحلياً منتوجها الجديد من الوقود في 33 محطة وفق مواصفات نوعية مضافة. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام مشاهدينا. نهاية أسبوع مريحة للجميع. إلى اللقاء.